أكد الكاتب أحمد زمان في مقال نشرته صحيفة الأيام بعنوان الدوحة وسنوات المقاطعة أن قطر بعد 3 سنوات من المقاطعة لا زالت تبث خطابات الكراهية وتعمل على تزييف الحقائق وتلطم بالمظلومية. غدا الجمعة 5 يونيو تمر الذكرى 3 على إعلان الدول العربية 4 الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية قطع العلاقات بكافة أشكالها مع دولة قطر. جاء قرار قطع العلاقات بسبب إصرار دولة قطر ونظامها الحاكم على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول العربية والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وهنا لابد لنا من وقفة مع الأضرار التي تعرضت لها بلادنا الغالية من نظام الحمدين، وكما أعلنت مملكة البحرين حينها ومرارا وتكرارا فإن إصرار الدوحة على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في مملكة البحرين هو انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو الالتزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة. ولقد حاولت الدول الأربع أن تصوب سياسات الدوحة وأعطتها الفرصة تلو الأخرى للعودة إلى الصف الخليجي والعربي، فهل استفادت قطر من هذا الدرس الرباعي؟ نقول وللأسف لا وألف لا، فما زالت الدوحة تبث خطابات الكراهية وتعمل على تزييف الحقائق وتلطم بالمظلومية. ما زالت الدوحة تعتمد في تزييف الحقائق على توجيه رسالتين متناقضتين، الأولى موجهة للخارج تحمل مظلومية وتشكو من حصار مزعوم، والرسالة الأخرى موجهة للداخل تتحدث عن انتصارات وهمية وإنجازات خيالية. قطر لم تلتزم حتى اليوم بكل تعهداتها، ونقض أميرها تميم الثاني كل التزام حتى وصلت الأمور إلى حد القطيعة التامة والكاملة، فهل نأمل أن تراجع الدوحة مواقفها المؤسفة والسلبية وتعود إلى الحضن الخليجي والعربي؟ هذا ما يأمله كل مواطن خليجي وعربي غيور.